حضرتك قعدت قبل كده مع حضرتك؟ لا مع دكتور الطيب لا، ما قعدتش معاه ولا مره خالص خالص. قعدت مع ناس قعدوا معايا قبل كده كتير. اتكلموا عنه ازاي؟ كتير. عنه ايه؟ والله بصي الكلام يعني هو عالم، لانه عنيد يعني عنيد. معظم من تعامل مع دكتور احمد طيب يعني الناس تثني على فقهه وعلى درايته وعلى فلسفته والى اخره، لا احد يختلف عليه طبعا كعالم كبير يعني، لكن هو عنيد. اذا فانت معترف ان هو عالم كبير؟ طبعا، ما هو يبقى شيخ الازهر من غير ما يبقى عالم كبير. طيب العالم يعني فضيله الامام العالم الكبير ليه هيكون عايز يوقف؟ هو انا يا اميره، هو انا احنا مسلمين ولا مش مسلمين؟ الحمد لله. طيب الحمد لله. طب انت ليه تحتكر فهم الاسلام لفئه معينه واحنا مسلمين عاوزين نفهم الاسلام؟ اقول لك حاجه، في قواعد كده عظيمه جدا ممكن اصلا تنهي دور رجال الدين في الحياه، ما يبقوش موجودين اصلا. كويس. وهو ايه؟ في قاعده تقول لك الاثم ما حكى في صدرك وخشيت ان يطلع عليه الناس. بس شكرا. وانا عايز ايه يعني؟ انا الصح من الغلط عايز تعرفه، وانت بتعمل الحاجه دي لو لقيت نفسك متضايق وخايف الناس يعرفوها تعرف ان هي غلط ما تعملهاش. بعد ما اروح بقى استفتيه واقول له حلال ولا حرام ومش عارف ايه بتاع، ويقعد هو في ناس كتيره جدا عقدوا الحياه بكم التشريعات الصعبه. زي ايه تشريعات موجوده دلوقتي شايف ان هي معقده الحياه؟ اقول لك زي ايه. مثال واضح جدا، مثلا في الازمه اللي حصلت في الطلاق الشرعي. كويس. أزمة حصلت في الطلاق الشرعي. الطلاق الشرعي وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هنا في جدل مباشرة لفضيلة الإمام. ده هو قال له ابحث. ما قالوش اعمل. خلي بالك. قال له تعبتني. قال له ابحث. يعني احنا عاوزين الناس تبحث وبتاع. في ناس بتقول انه لا الطلاق ده يوثق عشان 1 2 3 4 لانه ده في مصلحة الناس. كويس. في رأي تاني. انه لا يوثق. انه لا يوثق. ده رأي الأصل. حلو كده. ما هو هنا المسألة ايه بقى؟ انه الازهر استغل سلطته الدينية هنا لفرض رأيه. يعني لما يبقى فيه اراء مختلفة فالمجتمع يشرع، واللي عايز ياخد برأي الازهر ياخد، واللي عايز ياخد برأي العلماء فرض رأيه. يا فندم ما هو منع ان يبقى فيه قانون. يعني مثلا انت ممكن تعمل قانون في البرلمان يقول ان احنا ان الطلاق يبقى موثق، ولكن لو انا مش ما وثقتش يمشي، يبقى الاثنين موجودين. اقول لك سمعت راي من اراء الازهر كان رايه ايه في موضوع الطلاق الشفوي؟ قال لك ايه؟ قال لك الراجل بيقول لمراته انت طالق، تمام؟ وبعدين يجولنا، فلما يجولنا احنا نرده. لكن لو وثق الطلاق احنا مش هنعرف نرده، لان الطلاق اتوثق خلاص. ما يتوثق يعني. تمام. يعني بقول لك وجهه نظر. طيب كام؟ ايوه دي وجهه نظر شعبيه. في لا مش شعبيه، وجهه نظر. لا شعبيه بمعنى ايه؟ لا شعبيه بمعنى ايه؟ ده في المجتمعات. احنا زمان لما كنا برضو في الحاجات في راي تاني برضو بيقول لك ده من الجواز زمان لا كان الطلاق بيتوثق ولا الجواز بيتوثق. طب ماشي. طب انا دلوقتي يوم ما الجواز اتوثق طب الطلاق ما بيتوثقش ليه؟ طب موثق الطلاق. ايوه بالظبط صح كده. انت بتقولي الراي. انا هنا بكلم بقى الاعتراض على ايه في الازهر؟ انه الازهر لما بياخد راي بسلطته الدينيه بيفرض واقع، والناس اللي اجتهدت التانيين دول وكانوا مش موجودين. لا طالما انت بيعمل كده من وجهه نظرك يعني ليه؟ لو ان احنا الطلاق الشفوي ده هو انا هقول لك برده هم هو انا هو انا هقول لك هو لا لا هو انا هقول لك برده هم هو حسن النيه. يعني هو حسن النيه بمعنى ايه؟ هم معتقد انه كده بيحمي الاسلام. ما عارفش بيحميه من ايه، بس هو معتقد ان هو بيحمي الاسلام. فلما يجي يقول لي انا بحمي الاسلام من ده، واخد بالك؟ فخلاص ماشي يا عم، انت راجل كويس. هقول لك ايه؟ بس غلط. انت بتحمي الاسلام، في مفيش خطر انت بتحمي الاسلام من